مساء الخير أبناء الطلاب، نواصل في مساق قانون العقوبات القسم الخاص. في اللقاء السابق تعرفنا على حالات التسبب في الموت، وذكرنا أن المشرع الفلسطيني أورد هذه الحالات على سبيل الحصر وعددها في 5 نقاط تم تناولها في المحاضرة السابقة. وبعد ذلك تطرقنا إلى موضوع القتل عن غير قصد، وشرحنا إيش المقصود بجريمة القتل عن غير قصد في التشريع الفلسطيني، وحالات تسبيب الموت في الشريعة في التشريع الفلسطيني، وما هو معيار التمييز بين القتل المقصود والقتل غير المقصود. وقلنا القتل المقصود هو القتل المصحوب بالقصد اليقيني أو القصد المصحوب بالقصد الاحتمالي، ولكن في صورة العلم بأن الوفاة نتيجة راجحة لا مجرد نتيجة محتملة للفعل. أما القتل عن غير قصد فمجاله الأساس هو القتل المصحوب بالقصد الاحتمالي في صورة العلم بأن الوفاة نتيجة محتملة للسلوك. وقلنا أن جريمة القتل عن غير قصد لابد أن تتوافر فيها 3 عناصر أساسية، وهي السلوك والنتيجة واللي هو علاقة السببية. ومن ثم تطرقنا إلى ماهية الخطأ عن غير القصد اللي هو الخطأ، وشرحنا ما هو المقصود بالخطأ في التشريعات العربية، وما هو موقف المشرع الفلسطيني من القتل الخطأ. وقلنا أن المشرع الفلسطيني لم يعرف اللي هو القتل الخطأ، وترك هذه المهمة للفقه والقضاء، هم اللي قاموا بتعريف هذا الموضوع. وشرحنا بتمعن صور الخطأ غير المقصود في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكيف أن قانون المرور الفلسطيني بعاقب على الخطأ الغير مقصود اللي هو الناتج عن الإهمال والطيش والرعونة باعتباره جنحة، العقوبة تبعتها من 3 شهور إلى 2 سنين. وتناولنا كل ما يتعلق بصور الخطأ الغير مقصود اللي هو الإهمال الجرمي، وأيضا تناولنا عدم الاحتياط والتحرز، وبعدين تناولنا ما هو المقصود بالرعونة وعدم مراعاة التشريعات واللوائح والقرارات والأنظمة. هذا كله تناولناه في المحاضرة السابقة. اليوم إن شاء الله هنتناول ما هي عقوبة القتل الخطأ. وهنا إحنا لابد أن نوضح الإشكالية الموجودة في قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة، وهو يتعامل مع جريمة القتل الخطأ وكأنه هو جريمة قتل عمد أو جريمة قتل مقصود، وإن كانت هو بسميها عن غير قصد. بدنا نيجي نشوف إيش نص قانون العقوبات الفلسطيني على عقوبة القتل عن غير قصد. بنقول نص قانون العقوبات الفلسطيني على أن كل من أدين بارتكاب جناية القتل عن غير قصد يعاقب بالحبس المؤبد. عشان نعرف وين الخلل الموجود في هذه الصياغة أو في هذا النص القانوني والموجود في الضفة الغربية. طب نشوف إيش النص الموجود في الضفة الغربية إيش بيقول. أما قانون العقوبات الضفة الغربية فنص على أن من ضرب أو جرح أحد بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن 5 سنوات. إذا نطلع الفرق الشاسع ما بين القتل عن غير قصد في قانون العقوبات
الفلسطيني في قطاع غزة والعقوبة الموجودة في الضفة الغربية. صح ان هم الاثنين اعتبروها جناية، ولكن في الضفة الغربية اعتبر الحد الأقصى لهذه الجناية هي 5 سنوات، لكن بالنسبة لقطاع غزة اعتبر السجن المؤبد، وهذا من وجهة نظرنا يعتبر يعني عقوبة خطيرة، وأنه يعني مبالغ فيها في هذا الموضوع. عشان هيك بنقول أنه المشرع الفلسطيني اعتبرها من الجنايات الخطيرة، ومدد اللي هو ايش طول في العقوبة الى السجن المؤبد، بخلاف الوضع في الضفة الغربية اللي هو اعتبرها من الجنايات العادية او الجنايات البسيطة اللي هي الحد الاقصى لها 5 سنوات. عشان هيك احنا بنلاحظ ونؤكد او نرى ان موقف المشرف في قطاع غزه لم يكن صائبا في هذا الموضوع، وانه شدد العقوبه في وضع لا يجوز التجديد فيه، فحيث انه يجب، وخصوصا ان القاتل هان لا تتوافر لديه النيه الاجراميه. لو كانت تتوافر لديه النيه الاجراميه والقصد الاجرامي وكان سلوكه خطر على الفرد والمجتمع، بالتالي بنقول لا ممكن هي تكون جنايات، ولكن هو ما فيش عنده النية الإجرامية، احنا بنقول عن غير قصد، وبالتالي لازم ينزل من هذه العقوبة ويجعلها من ضمن الجنايات العادية أو الجنايات البسيطة زي المجرح في الغربية اللي هي 5 سنوات كافية في هذا الموضوع. وعلى العموم كمان بيدعمنا في هذا الرأي اللي هو القضاء الفلسطيني المطبق في قطاع غزة، حيث أن القضاء الفلسطيني في كثير من القضايا وجد أن هذه العقوبة لا تتناسب مع بضاعة الجرم اللي ارتكبه، وبالتالي أنه دائما كان يتم الحكم مدة 2 سنين أو يعني لا تزيد عن 5 سنوات في هذا الموضوع. وطبعا هاي الحكم الموجود الحكم الثاني اللي هو 5 سنوات مع الأشغال الشاقة عن تهمة القاتل عن غير قصد. فهيك بتكون الأمور منطقية في هذا الموضوع. إذن عقوبة القتل عن غير قصد في الفلسطيني هي السجن المؤبد في الضفة الغربية 5 سنوات، لكن بنلاحظ أن القضاء الفلسطيني نزل بهذه العقوبة إلى 5 سنوات، وطبعا السجن المؤبد كثير جدا في هذه الجرائم لنا عن غير قتل. بنيجي بدنا نشوف عقوبة التسبب في القتل. دائما هنا بنقارن ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. طبعا قانون العقوبات الموجود في قطاع غزة هو القانون رقم 74 لسنة 1936، والقانون المطبق في الضفة الغربية هو القانون الأردني لعام 1966. بنقول نص قانون العقوبات الفلسطيني على أن كل من تسبب في موت شخص آخر بغير قصد من جراء عمله بعدم احتراز أو حيطة أو اختراق وعملا لا يبلغ درجة الإهمال الجرمي. طبعا درجة الإهمال الجرمي هنا كثير مهمة، وهي التي تميز الفرق ما بين عقوبة التسبب في الموت عن عقوبة القتل عن غير قصد. الإهمال الجرمي يصل إلى اللي هو القتل عن غير قصد، وبالتالي في نوع من الشدة في العقوبة وتعتبر جناية، وكأنه أنا بدي أحول من الجنحة إلى الجناية بكون في عندي إهمال جرمي في هذه الحالة، واللي هي العقوبة تبعتها لا تتجاوز 2 سنين في هذا الموضوع، ومع بعض الغرامة اللي هي 100 جنيه مصري في هذا الموضوع. لكن بالضفة الغربية اللي هي مدة الحبس 6 أشهر إلى 3 سنوات، نفس الشيء يعني ما زادش عن الآخر في هذا الموضوع. إذن عقوبة التسبب في القتل في الضفة الغربية وقطاع غزة مش كتير الفرق بينهم، وهي متقاربة، ولكن الفرق موجود في تهمة القتل عن غير قصد في الضفة الغربية 5 سنوات وفي قطاع غزة السجن المؤقت.
اليوم إن شاء الله ناخذ المبحث الرابع، وهو يتناول عقوبة القتل المقصود في القانون الفلسطيني. طبعا ايش احنا ليش احنا بدنا ناخذ عقوبة القتل المقصود في القانون الفلسطيني؟ عشان نعرف ما هو المقصود بجريمة القتل المقصود، وايش الفرق ما بين القتل مع سبق الإصرار والترصد، والقتل العام، والقتل بالسم، وكل الظروف المشددة والظروف المخففة لعقوبة القتل المقصود في القانون الفلسطيني، وعشان نميز أيضا ونتعرف على السياسة التجريمية الموجودة في القانون الأنجلوساكسوني والسياسة التجريمية الموجودة للقانون في اللاتيني. بنقول طبعا المشرع الفلسطيني في قطاع غزة يعتمد أو يتبع السياسة التجريمية للنظام القانوني الأنجلوساكسوني، وهنا بنلاحظ أنه هو يشدد العقوبة في جرائم القتل العمد. وطبعا احنا هنشرح ما هو المقصود بالقتل العمد، لانه في بعض التشريعات بسميه القتل العمد، بعضها بسميه القتل مع سبق الاصرار والترصد، بعضها بسميه القتل الاصرار السابق، وطبعا هناك قتل الاقارب، والقتل للتملص من جرم ارتكب القاتل، والقتل تسهيلا لارتكاب جريمه. طبعا ايضا في هناك ظروف مخففه لجريمه القتل، زي القتل على خلفيه الشرف، القتل الام لوليدها، بعدها قتل الزوج للزوجه المتلبسه بالزنا. طبعا المشرع مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وكل ما يتعلق بالقوانين اللي صادره مع المجلس التشريعي ووجوده تتبع اللي هو القانون اللاتيني، والقانون الموجود في الضفه الغربيه يتبع القانون اللاتيني. بنلاحظ ان القانون اللاتيني شدد على عقوبه القتل بالسم والقتل مع سبق الاصرار والترصد، ولكن هناك تخفيف عن جريمة قتل الأم لوليدها اتقاء للعار، وقتل الزوج المتلبسة بالزنا. طيب بدنا نيجي نشوف أول واحدة من هذه الصور، وهو القتل العمد. بدنا نشوف ما هو المقصود بالقتل العمد. يعتبر العمد سببا من اسباب تجديد العقوبه في التشريع الفلسطيني، مش في التشريع الفلسطيني، تقريبا في كل التشريعات القتل العمد هو احد الاسباب المشدده للعقوبه في القوانين. ليه؟ لانه في هذه الحاله في نوع من سبق الاصرار والترصد، وهذا اللي بيطلبه اللي هو القضاء دائما في القتل العمد، بيجي بيشوف هل في سبق اصرار وترصد او سبق اصرار وتصميم. وطبعا احنا عارفين ان القصد الاجرامي ينقسم من حيث كثافته ومن حيث درجته الى قسمين، القصد البسيط والاخر بنسميه القصد اللي هو العمد او القصد مع سبق الاصرار والترصد، وهو يعني الاكثر خطورة في هذا الموضوع. زي ما قلنا انه القصد العمد يطلق عليه الاصرار السابق في القانون الضفة الغربية اللي هو القانون الاردني، وكذلك الحال في قانون الليبي، وقانون اللي هو منظمة التحرير بسميه قانون عقوبات الثوري لمنظمة التحرير. طبعا بعض التشريعات بسمي سبق الإصرار زي المصري والجزائري والعراقي والقطري ومشروع القانون الجنائي العربي. بنلاحظ انه القانون العقوبات الفلسطيني ميز من حيث كثافة القصد، واعتبر القتل العمد واحد صور اللي هو او احد درجات اللي هو القصد الجنائي، وليس هو القصد الجنائي بحد ذاته. بنقول انه قانون العقوبات الفلسطيني ميز بين القتل العمد والقتل المقصود، فاعتبر القصد العمد درجه من درجات القصد، وهذا واضح من نص الماده 214. وانا حابب انه احنا نرجع لكل ما يتعلق بالمواد المتعلقه بقانون العقوبات، بالتحديد اللي هي مادة 212 214 و18، كل ما يتعلق بهذه المواد نقراها بشكل واضح وبشكل أكثر تعمق.
بنقول قد فرق قانون العقوبات الفلسطيني بين القتل العمد والقتل المقصود، فاعتبر العمد درجة من درجات القصد. فنصت المادة 214 من قانون العقوبات الفلسطيني على أنه كل من تسبب عمدا في موت أي شخص آخر يعتبر أنه ارتكب جناية، وتعرف هذه الجناية بالقتل قصدا، تعرف هذه الجناية بالقتل قصدا، وهو ذات الاتجاه وهو نفس الحال يعني المقرر في قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث نص على أنه يعاقب بالإعدام على القصد إذا ارتكب عمدا مع سبق الإصرار والترصد. إذا يعاقب بالإعدام على القتل قصدا إذا ارتكب عمدا مع سبق الإصرار والترصد. أما المشرع في الضفة الغربية فاعتبر القتل مع سبق الإصرار بأنه القتل العمد ويستحق فاعله عقوبة الإعدام. وباعتبار القتل العمد جريمة من جرائم القتل المقصود في القانون الفلسطيني فيعاقب عليه بالإعدام إلا إذا كان الجاني امرأة حبلى فتعاقب بالحبس المؤبد. أما في الضفة الغربية وقانون عقوبات ثوري المنظمة للتحرير الفلسطينية فيعاقب بالأشغال 15 سنة من يقتل آخر قتل. إذن عقوبة القتل قصدا في قطاع غزة اللي هي الإعدام، في الضفة الغربية هي 15، في الضفة الغربية 15 سنة. طبعا بنلاحظ انه الاحتلال الاسرائيلي اوقف العمل بعقوبة الاعدام عام 68 لمحتل ضفة وغزة. لا عند احتلاله للضفة الغربية وقطاع غزة قام بإلغاء عقوبة الاعدام، ولكن اعيد العمل بها بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994. لكن بنلاحظ انه العمل القضائي او السلطه القضائيه درجت على التخفيف من عقوبه القتل العمد اذا كان هناك ظروف متعلقه بنسميها الظروف المخففه اللي هي العلاقه بالقتل لغسل العار او بنسميها القتل على خلفيه الشرف، وهذا طبعا ادى الى اشكاليات كبيره في ما بين مراكز حقوق الانسان وما بين مراكز شؤون المراه والسلطه القضائيه، وادى هذا الكلام الى انه اصدر الرئيس قرار بالغاء هذا العذر المخفف، واوجب على أصدر قرار بقانون اللي هو يعاقب القتل على خلفية الشرف زي أي جريمة من جرائم القتل. طبعا بنلاحظ انه احنا القضاء بيلعب دور كبير في التخفيف والتجديد على حسب الظروف المحيطة بكل قضية من القضايا. إذا كانت هناك قضايا تستحق التجديد فبقوم بتجديد عليها، وإذا كان التخفيف بيخفف في هذا الموضوع. بدنا نيجي نتعرف لقيت على ما هي حالات القتل العمد. بنقول لقد حدد المشرع الفلسطيني حالات القتل العمد على سبيل الحصر. إذن لقيت حالات القتل العمد اللي هي من نيجي نتعرف عليها اللي هي التصميم على القتل والقتل بدم بارد والقتل بعد إعداد الجاني للعدة بنفسه. هذه الحالات اللي هي إيش بنسميها القتل العمد. طبعا بعض التشريعات بسميها القتل مع سبق الإصرار والترصد. بدنا نيجي نشوف أول واحدة من هذه الحالات وهي التصميم على القتل. بنقول طبقا لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني يعتبر الشخص مرتكب لجريمة القتل عمدا متى صمم الجاني على قتل المجني عليه.
ده كان هناك تصميم على قتل المجني عليه، بمعنى آخر أنه هناك كان سبق إصرار وترصد. طبعا هناك فرق ما بين سبق الإصرار والترصد. سبق الإصرار معناته هناك تصميم وعزم وتوافر النية عليها، الترصد هو الانتظار، الانتظار في مكان معين للجانب. تمام. إذا بنقول طبقا لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني يعتبر الشخص مرتكبا لجريمة القتل عمدا متى صمم الجاني على قتل المجني عليه أو على قتل أي فرد من أفراد عائلته أو أي فرد من أفراد العنصر الذي ينتمي إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يكون من الضروري إقامة الدليل على أنه صمم على قتل فرد معين من أفراد تلك العائلة أو العنصر. إذا عشان أنا أكون في عندي جريمة قتل عمد لازم أكون في عندي تصميم لهذا الموضوع، وهذا طبعا له علاقة بموضوع النية والإرادة والتفكير، كل هذه الأمور مهمة في هذا الموضوع. نيجي نشوف كيف محكمة الاستئناف الفلسطينية فسرت موضوع اللي هو الإصرار السابق أو التصميم السابق قبل ارتكاب هذه الجريمة. بنقول قد قضت محكمة الاستئناف العليا الفلسطينية إن الإصرار السابق في مفهوم المادة 216 من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 36 هو القصد المصمم عليه قبل الفعل ارتكاب الجريمة، وهو على هذا الحال يستلزم أن تسبق الجريمة فترة من التفكير. ده القصد المصمم معناته أصبح في عندي فكرة من التفكير، و طبعا بعض الفقهاء بيقول لك لازم يكون في هدوء وفي ان هو عقد العزم والنيه على ارتكاب هذه الجريمه ووازن كل الامور، واصبح هناك صراع ما بين الخير والشر وهو اصر على ارتكاب هذا الفعل الاجرامي. اذا هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمه القتل، وهو على هذا الحال يستلزم ان تسبق الجريمه فتره من التفكير تكفي لأن دبر الجاني أمرا ارتكب الجريمة في هدوء وروية. وطبعا لازم يكون في عنا عقد نية العزم وقدر خطورة الفعل اللي هو موجود في هذا الموضوع. طبعا هناك في قضية واردة في هذا الموضوع، أنا يعني سابقة قضايا أنا بتمنى عليكم أن أنتم تقروها بشكل مفصل عشان نستوعب هذا الموضوع. النقطة الثانية هي القتل بدم بارد طبعا بدون أحاسيس، ويعتبر الجاني مرتكب لجريمة القتل العام متى قتل المجد عليه بدم بارد، يعني ما كانش في حالة استفزاز أو إثارة أو في صراع أو هذا، ولكن قام بهذا الفعل زي اللي بيرتكبوا زي احنا بنسميهم المرتزقة، زي الدروز، زي اللي هو بنسميهم بيقطعوا بالسادية اللي بيقوم بارتكاب جريمته لإشباع شهوة جنسية في هذا الموضوع. النقطة الثالثة اللي هي القتل بعد إعداد الجاني للعدة بنفسه. يعني لقيت ايش معناته هذا الكلام؟ انه الجاني طالما بيجيب أدوات الجريمة وبيحضرها معناته أخذ فترة من التفكير وسيطر عليه التفكير اللي هو الإجرامي، والخطورة الإجرامية أصبحت واضحة ولديه، وبالتالي أصبح مصمم على ارتكاب هذا الفعل. بنقول إذا قتل الجاني المجني عليه مين هذا؟ كيف حالك؟ تفضل اقعد. ايش اخبارك؟ تفضل يا دكتور. ايش اخبارك؟ ما كان معي عندما سمعت عبد الله الجراده قلت يعني لازم اطلع معاه. لازم اطلع معاه. ايش بدنا نعمل؟ عبد الجزاء ما نقدرش نحكي فيه، ابو تم يعني حبيب الكل. الله يسلمك. هذول كتب الجريمه. بدوش يخلصهم هو؟ كل مره بقول لك خلصوا خلصوا خلصوا. خلص مش ضاغي نسختين ولا ايش في المكتب حاجه زي احنا قاعدين يعني بدنا نمشيله اياهم باي شكل من الاشكال. اه هم دول انتوا وين بتطبعوا؟ لانه الطباعه تبعتكم غاليه. والله شوف احنا كنا بنطبع في مصر. اه
يعني مش من هيك مش من غزة، بس حاليا صرنا نطبع من مطبع اسمها الجزيرة. كنا بنتعاون مع أفار وبعدها جديد حولنا على الجزيرة لسه جديد. الجيت بيعتمد الطلبة اللي هو بيسان أو القدس اللي قبال ال والله الجزيرة عملنا سعر كويس كبير كثير يعني. بعدين أقول عشان كمان زمان كان يطبع الكتب اللي هي جدا الكربون والورق الجدة العادية مش عارف اليوم يعني بتحلم الطلاب يصوروا لا بقى بعدين بطلنا نطبع كميات زي زمان. خلاص إن شاء الله تمام بدون 30 ان شاء الله معك شربك شاي طيب. تسلم الله يسلمك والله الله يخليك. سلم على ادهم الله يسلمك. صرت احنا لقيت من فوق اتفقت مع تابع المكتبه حود نصهم على يافا ونصهم بقل يومين واحنا ايش بدي هذا ان شاء الله ماشي حبيبي. تسلم بارك الله سلم عليه برضه. هاي جاب الكتب بالراجل تعال ممتاز بشوف عبد الفتاح مطنشنا اليوم يا بس هدول بتاخذ منهم ظرف على المكتبات كله في هناك لا لسه ما فتحت الشيء بس تفتح مواد احنا اذا بيجوا الطلاب معنا بنديهم ماشي بس قول لهم هاي الموجودين هذا بيجوا بياخذوهم بس يجونا الطلاب انتم برضه بترشدوهم ما احنا قلنا لهم ما كنتش اوديهم انا قلت لهم هي على المكتب هذا كتاب القانون الدولي للانسان تبع جراده هذا بخبر مصاعب هذا الجرادة بقول لك الخبر نعمل كتاب أوفع يمكن الطباعة عشان 280 من ورقة خلينا نشاور أحسن عشان ما نقعدش في الغلط مش طابع لما ناخذ اللوك منه ما تبعوش إلا هذا ممكن أنت تسأله قديش بكلف
بدي اسال اسال قديش بكلم بس بديش ارفع بديش لانه برفع لنا قضيه شفت الذكر رفعوا عليه قضيه اللي كان موجود تحت خلينا نقول له هذا نقطع وقع والعقوبات كمان من هذا كبينا نعطيها ثلاث كتب خلينا نعملهم كتب احسن كتب ارتب من التصوير اوفر من الطباعة انت اساله عرفت كيف احنا بنطبع عن مكتب النسار والنسار بتعطينا سعر مش ضعف انا كل نسخة قديش كان نسخة كل كتاب كان نسخة طيب ما احنا حنعرف منهم من خلال الطلاب يعني وقتاش طب يعني بقول له 20 يختلف عن 30 القيت قول له سيبك بالكمية عرفت كيف نفس الطباعة هي نفس الورق هي نفس كل عرفت كيف ما تحكوش علينا أنا عن نسان بطبع لي كتاب بقول له طبع لي خمس كتب بطبع لي خمس كتب والله زي هيك كل إجراءات هو عندنا بس أنا بقول لك يعني إحنا كتب كانت مية برضه عارف إيش تعمل زي ما عملت أنا السنة اللي فاتت بيجيبوا له 10 حق 10 كتب بقول للمطبع اسحب لي 10 كتب بيجيبوا له حق 5 بطبع حق 5 بيجيبوا له حق 20 بنطبع حق 20 ما هي محطوطة النسخة على الفلاش ومجهزة كل شيء نطبعها زي هيك يعني يجونا الطلاب تحت بدي اخليهم يجوا يسجلوا عندكم ويعطوكم الفلوس حق الكتاب تمام احسن ماشي ايه ماشي بس هذا سعره معروف هذا زلمة 17 شيء 17 بدكم تبيعوه انتم 18 بس هو 17 لا 17 عشان نقدر 17 عشان نقدر نمشيه بزياده تمشيه لا كثير كتاب مجلد هذا من طباعه مصر مش من هنا ما ضلش الا هذول النسخ يعني فيه 15 لا الزلمه بده 15 انت بدك تبيعه 17 بدك تاخذ لك 2 شيكل ايوه بس ومحطوط عندك المكتب احنا كنا نخليهم هنا بس بكر بعملنا دوشه بروح بدناش يعني خليهم عندكم تحت احسن بس ابعث لك شوي على القتل بعد إعداد الجاني للعدة بنفسه إذا قتل الجاني المجني عليه بعد أن أعد بذاته العدة لقتله أو قتل أي فرد من أفراد عائلته أو العنصر الذي ينتمي إليه يعتبر أنه ارتكب جريمة القتل عمدا وطبعا المحكمة الاستئناف العليا الفلسطينية حكمت في أكثر من قضية في هذا الموضوع واعتبرت أنه إعداد العدة يعتبر قتل من غير قصد وأنه طبعا شددت فيها العقوبة وهنا في عندكم كثير من الأحكام القضائية أنا بتمنى عليكم أنه أنتم تقروها بشكل مفصل في هذا الموضوع وإن شاء الله في المحاضرة الجاية هناخد اللي هو نستكمل موضوع قتل أفراد العائلة اللي هو الحالة الثانية اللي هي نوع من أنواع التجديد وبعدها هناخد اللي هو أيضا اللي هو طبعا كل حالة إيش حكمة التجديد منها هناخد اللي هو القتل تسهيلا لارتكاب جريمة والقتل للهروب من الجريمة أيضا أو لإخفاء هذه الجريمة طبعا بعد ما هيك بنكون خلصنا إن شاء الله في المحاضرة الجاية أو اللي بعدها بنكون خلصنا كل ما يتعلق بموضوع القتل وندخل على اللي هو
المواضيع الأخرى اللي هي لها علاقة بالضرب والإداء البلن. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله في محاضرة أخرى.